إلى ملفنا الثاني في الأخيرة ومن السودان، حيث قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إن التعامل مع الوضع الراهن في البلاد لن يكون ممكنا إلا بحل الحكومة الحالية. وأضاف البرهان خلال وجوده في منطقة بحر العسكرية أن المكون العسكري رفض محاولات المدنيين لاستمرار الشراكة بشكلها السابق، داعيا إلى توسيع قاعدة الأحزاب المشاركة في الحكومة الانتقالية، وشدد على ضرورة تعيين رئيس قضاء أو قضاة مستقل والإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية. هذا ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إصلاح القوات النظامية وإعادة هيكلتها بشكل يتبع للسلطة المدنية. بينما تستمر محاولات رأب الصدع بين شركاء الحكم في السودان من مدنيين وعسكريين، تبدو تصريحات قادة الشق العسكري متمترسة حول مواقفهم المعلنة منذ أيام. البرهان أكد أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة، مشددا على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانا للمناكفات السياسية، وأنها لن تخضع للمزايدات الحاصلة الآن، وأن من يقرر بشأنها هو من ستأتي به الانتخابات. تطورات جديدة في الأزمة السياسية بناء على تصريحات رئيس مجلس السيادة تقول لا توافق على الحل المطروح الآن بين شريكي الحكم، وإن وجهات النظر بين الطرفين لا زالت متباعدة. تجمع المهنيين بدوره تحدث عن إصلاح القوات النظامية وإعادة هيكلتها وفق عقيدة وطنية، وصولا إلى جيش نظامي موحد يتبع السلطة المدنية، ودعا لتسريع تطبيق العدالة وتسليم المتهمين إلى الجنائية الدولية. من جهتها قوى الحرية والتغيير دعت إلى إشراكها في نظام الحكم وتوسيع قاعدة الحكومة الانتقالية. نحن ندعو إلى توسعة قاعدة هذه الحكومة إلى جمع شمل الوطن، إلى تطبيق الوثيقة الدستورية التي تعطي الحقوق لكل الشعب السوداني حق المشاركة في العمل السياسي. في الوقت الذي تطالب فيه تشكيلات سياسية بمنحها تمثيلا أوسع، تبدو قضية تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين خارج أولويات النقاش. تيجان خضر، التلفزيون العربي، الخرطوم. لقراءة أكثر حول كل هذه التطورات عن السودان ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الدكتور مزمل أبو القاسم الكاتب الصحفي. أهلا بك دكتور أبو القاسم. إذا تطورات جديدة في الأزمة السياسية السودانية، وخاصة بعد تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي اعتبر فيها أن التعامل مع الوضع الراهن في البلاد لن يكون ممكن إلا بحل الحكومة الحالية. قابله تصريح لتجمع المهنيين يتحدث عن ضرورة إصلاح القوات النظامية وإعادة هيكلتها. كل هذه التطورات وهذه التصريحات، هل نستطيع القول الآن بأن السودان أمام مرحلة جديدة عنوانها الأبرز هو بداية انهيار الشراكة بين العسكر والمدنيين؟ بكل تأكيد هناك حالة غير مسبوقة من التنازع بين شركاء الحكم في الفترة الانتقالية، سيما بعد أن بلغ الحال دعوة صريحة من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إلى حل الحكومة وضرورة توسيع قاعدة الانتقال بإشراك كل القوى الحية وعلى رأسها قوى الثورة أو المجموعة الأخرى من قوى الحرية والتغيير في كقاعدة لحكومة كفاءات يتم تكوينها في أعقاب حل الحكومة الحالية. هذه الأزمة تزامنت مع سلسلة من الأزمات الأخرى، على رأسها ما يحدث في شرق السودان من إغلاق كامل للموانئ وللطريق القومي الرابط بين العاصمة الخرطوم و الميناء في بورسودان، وتنازعات واحتجاجات أخرى في عدد من الولايات، لتنتج حالة من التشظي السياسي التي تؤذن بتحولات ربما مؤثرة وكبيرة في موازين القوى، لتؤدي إلى ربما تشكيل حكومة جديدة بقاعدة أوسع تحظى بهذه الدعوة، تحظى بمعارضة من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وهي الأجهزة الراعية أو الداعمة للحكومة الحالية في شقها التنفيذي. وخلال اليومين الماضيين أيضا اتسعت المشاورات
لتشمل لقاء بين الفريق الكباشي عضو مجلس السيادة ورئيس البعثة الأممية في السودان للتفاكر أيضا. وقد خرج رئيس البعثة الأممية ليدعو الشركاء الفترة الانتقالية إلى التعامل بمسؤولية مع الأزمة الحالية وتقدير الظرف الحرج للبلاد ومعاناة أهله والتوافق حول حل مرضي لهذه الأزمة الخارقة. طيب، موضوع توسعة الحكومة وما ذكرته عن أن كل ذلك الآن قد يفضي إلى هذه الحالة وهذا السيناريو، هل هي أفضل يعني ما يؤمل أو ما يمكن أن يحدث من سيناريوهات بالنظر إلى التخوفات المدنية الآن والحديث عن أن كل ما يجري الآن هو محاولة للانقلاب على التحول الديمقراطي لسيطرة العسكر على السلطة لمنع الانتقال السلس للسلطة للمدنيين بعد انتهاء المرحلة الانتقالية؟ لا توجد حاليا دعوات إلى انقلاب، بل تنحصر الدعوات في توسيع قاعدة الانتقال وفتح الباب أمام قوة أخرى كانت إلى وقت قريب منضوية تحت لواء قوى الحرية. ولكن دكتور لو تسمح، المكون المدني يتخوف من هذا الموضوع، المكون المدني يتهم المجلس العسكري بمحاولة التحول عن المسار الديمقراطي في البلاد، هي اتهامات موجهة بشكل واضح وهي مخاوف يعبر عنها هذا المكون. قد تكون المخاوف مشروعة، ولكن ما هو ظاهر في على السطح من دعوة العسكريين أنهم يدعون إلى توسيع قاعدة الانتقال لإزالة حالة الاحتقان السياسي المسيطر على البلاد وإلى احترام الوثيقة الدستورية. نعلم أن الآن هناك العديد من الخروقات التي تمت للوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية تنص على تكوين مجلس تشريعي انتقالي خلال 3 أشهر من لحظة التوقيع. مرت عامان على التوقيع وما زال المجلس التشريعي الانتقالي في طي الغيب. البلاد ليست بها محكمة دستورية، لا يوجد بها رئيس للقضاء، لا يوجد بها مجلس أعلى للقضاء، لا يوجد مجلس أعلى للنيابة، لا يوجد نائب عام. كل المفوضيات بما فيها مفوضية صناعة الدستور، مفوضية السلام، مفوضية حقوق الإنسان، كل هذه الأجسام لم يتم تكوينها حتى اللحظة. وبالتالي يبدو الحديث عن من قواعد المجلس المركزي للحرية والتغيير عن احترام الوثيقة الدستورية مكتورا، لأن هذه الجهة نفسها لم تحترم الوثيقة الدستورية ولم تفي بالتزاماتها ولم تجتهد لاستكمال بقية هياكل الفترة الانتقالية التي تنص عليها الوثيقة الدستورية. في تقديري فإن استمرار هذا الوضع مستحيل، ومن الضرورة بمكان أن يتوافق شركاء الحكم في الفترة الانتقالية على مرحلة جديدة يكون التوافق الوطني هو عنوانها، وبالعدم يمكن أن ينزلق السودان إلى لجة نزاع. ما هي احتماليات التوافق الآن برأيك دكتور أبو القاسم، خاصة بأن أيضا يعني كان هناك من قبل قوى الحرية والتغيير تلويح بورقة الشارع والخروج إلى الشارع، إلى أي درجة هذه الورقة قوية وما هي احتمالية فعلا أن يلتئم يعني شمل هذه الفرقة بين العسكر والمدنيين؟ أخطر ما يحدث في السودان حاليا أن الشارع نفسه منقسم، والدعوات التي تمت من قوى الحرية والتغيير المسيطرة على الحكم الآن في الفترة الماضية لم تحظى بالاستجابة اللازمة. لم يعد الشارع مساندا لهذه القوى وكما كان في بدايات عهد الثورة، عندما كان دعوة واحدة لتظاهر تكفي لملء كل شوارع السودان بالمتظاهرين. شاهدنا حجم التظاهرات كانت ضئيلة، كانت غير مؤثرة، وعكست حالة الانقسام التي تسود السودان حاليا. في تقديري أن الأمر أيضا منوط بموقف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء رئيس وزراء الفترة الانتقالية، الذي اكتفى بإطلاق دعوات معممة للتوافق والاحترام الوثيقة الدستورية. بعض المراقبين اعتبروا تلك التصريحات موافقة ضمنية على دعوات الرامية إلى توسيع قاعدة الانتقال بإضافة كل القوى السياسية التي لم تتورط في جرائم ضد الشعب السوداني. والفريق البرهان تحدث عن
استيعاب كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني في الفترة المقبلة للم الشمل وجمع أهل السودان على كلمة سواء. على العموم الأيام المقبلة بكل تأكيد ستكون حافلة بالأحداث، وأنا في الإطار الشخصي أتوقع أن يتم حل الحكومة الحالية وتكوين حكومة تستند إلى طيف سياسي أوسع وتحظى بدعم أكبر. شكرا لك على هذه المشاركة عبر سكايب من الدوحة الدكتور مزمل أبو القاسم الكاتب.